الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال رحمه الله: ولا مغصوب. ولا مغصوب، لو أن إنسانا غصب ثوب غيره فصلى فيه، فما حكم صلاته أيها الشباب؟ لا تقول صحيحة وتسكت، قل صحيحة ناقصة الأجر. لماذا؟ لأن النهي هنا لا يرجع لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرط صحتها، وإنما لأمر خارج عنها. لو صلى الإنسان، لو صلت المرأة، انتبه، لو صلت المرأة وعليها غترة رجل أو عمامة رجل فصلاتها صحيحة ناقصة الأجر. لو أن الإنسان صلى وفي جيبه علبة دخان، صلاته صحيحة لكن ناقصة الأجر. لو أن الإنسان صلى وعليه رجل، لو أن رجلا صلى وعليه خاتم ذهب، صحيحة لكنها ناقصة الأجر. أفهمتم؟